فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا للمال ومثلا للإنسان مع المال. ضرب مثلا للمال بالخضر من النبات والعشب الحلو الطيب، هذا مثل المال. وتصرف الناس فيه ينقسم إلى قسمين: أحد يأخذه برفق وبهدوء وبكسب حلال، ثم إنه ينفقه في ما ينفعه وينفع غيره، فهذا مثل الناقة التي رعت من هذا العشب الخضر، رعت منه قدر حاجتها، ثم إنها بركت واستقبلت الشمس حرارة الشمس حتى يتهضم ما في بطنها، ثم إذا تهضم وجاعت قامت وأكلت مرة أخرى ثانية. هذا هو التصرف الحسن، وهذا يكون خيرا. لكن الصنف الثاني مثل البهيمة التي وجدت المرعى الطيب الخصب وهو غض طري فأكلت منه بدون تقدير حتى انتفخت، يعني حبطت، والحبط هو الانتفاخ، انتفاخ البطن، ثم إنها تضررت بذلك وربما تهلك بسبب ذلك. فهذا مثل الإنسان الذي يأخذ المال بنهم ولا يفرق بين طريق الكسب الحلال وطريق الكسب الحرام، إنما نهمته جمع المال، ثم إنه إذا حاز عليه لا يتصرف فيه تصرفا حكيما وينفقه في وجوهه، وإنما ينفقه في سبيل الشهوات وسبيل الإفساد، أو هو في نفسه يتكبر ويفطر على الناس. فهذا مثل هذه الدابة التي أساءت الرعي ورعت ما يضرها، ثم كان عاقبة ذلك عليها الضرر العظيم والانتفاخ والتعرض للموت.